إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. هذا هو الله، بيده مقادير الأمور، يفعل ما يشاء كيف يشاء ومتى يشاء، وكل شيء عنده بمقدار. يرفع أقواما بطاعتهم لله، ويخفض آخرين بمعاصيهم. أمره كائن، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح للأمة، كشف الله به الغمة. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، وعلى من سار على هديه واقتدى بسنته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، وطاعته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، نعم والله، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لذلك أيها الإخوة الكرام، مع الطاعة لله ومع الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يصبح عندنا أمر جميل، ألا وهو أن تكون من الأتقياء، من الأولياء، ممن ذكر الله فيهم فقال: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة الكرام، نعم والله، أننا مع علاقة جميلة مع الله، علاقة جميلة مع نعم الله علينا، نحن سعداء. أعطانا جل في علاه، أعطانا العين لنرى بها، لنرى بها الخير، لنرى بها النور، لنرى بها آيات الله. فلو حولنا نعمة الله من النظر إلى الخير انقلب إلى الشر، كيف يكون الحال؟ هل يرضي ربنا أن تستعمل نعمه علينا بمعصيته؟ لا والله، حاشا لله. لذلك نحن مع أمانة الأعضاء، أمانة العين، فإياك إياك أن تنظر إلى الحرام، إياك إياك أن تشهد نعمة الله التي أعطاك إياها لتكون لك نعمة، فإياك أن تحولها لنقمة عليك والعياذ بالله. أعطاك السمع لتسمع آيات الله، لتسمع القول السديد، لتسمع العمل الرشيد، إياك أن تستعمل أذنك في مضار الناس، في أذى الناس، في سماع أقوالهم لتفشي أسرارهم. أعطانا اللسان لنتكلم به، لنقرأ به، لنلقي السلام، لنصلح به، إياك أن تستعمله في الكذب،
والعياذ بالله، في الغيبة والنميمة، في إساءة للغير. لذلك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إياك إياك أن تستعمل نعم الله عليك في معصية الله. الذي أعطى النعمة هو الله، والذي يستطيع أن يسلبها منا هو الله. لذلك احترام النعم تدوم، ومعصيتها في خطر. لذلك هذا المثال الذي هو عبارة عن قطعة لحم، ولكن الله أعطاه مميزات الكمال والجمال، أعطاه الرقة، أعطاه أنك في لسان تتذوق الطعام، تعرف الحلو من المر، الغامض من المالح. هذه القطعة الصغيرة، النعمة التي أعطانا إياها الله. انظر يرحمك الله، أنت مع اللسان تعيش والله في أمن وأمان، وبدون اللسان كيف يكون الحال؟ إنسان فقد التفوق كيف يكون؟ هناك إخوة لما أصابتهم الكورونا أصبح لا يتذوق. لو سألتهم كيف الأحوال؟ يقول والله لا أميز بين الحامض والحلو. بعض بسيط، أصاب الجسد فعطل حواسية اللسان. انظر كيف يكون لو استمر هذا الحال. لذلك احترام النعمة دوام لها، وإساءة النعمة خطر على صاحبها. لذلك أيها الإخوة الكرام، نحافظ على النعم. أعطانا اليد، هذه اليد الجميلة التي تعطي، تنفق، تتصدق، تمد يدها إلى الخير. إياك إياك أن تستعملها في بطش الآخرين، في قهر الآخرين، في ضرب الزوجة، في ضرب الولد، في ضرب الناس. أن تقهرهم بيدك والله خطر عليك. هذه النعمة، نعمة اليد التي تأخذ بها، تأكل بها. انظر لو عطلت كيف حالها. ذاك الرجل الذي أخذه الكبر يقول له الحبيب كل يمينك، فيقول لا أستطيع من باب الكبر. قال لا استطعت، فما رفعها إلا فيه شلة اليد. انظر حال يد مشلولة والعياذ بالله، كيف حالها؟ قطعة لحم ممدودة، بل هي وبال على صاحبها. لذلك أيها الإخوة الكرام، كيف نحفظ اليد من الظلم ومن القهر حتى تدوم لنا نعمة اليد؟ ثم أيها الإخوة الكرام، نعمة القدم، هذه النعمة التي أعطانا إياها الله. كم نحن في سعادة نأتي إلى طاعة الله، نزور أرحامنا، نمضي إلى أعمالنا بهذه النعمة. انظر يرحمك الله، لو تعطلت هذه النعمة كيف يكون حالك؟ تحتاج إلى كرسي متحرك، تحتاج إلى من يرزقك، تحتاج إلى أن تذهب إلى دورة مع مساعد. انظروا كم هذه النعمة نحن في نعمة فيها. لذلك احترام النعمة دوام لها، وإساءة النعمة خطر على صاحبها. أما البطن أيها الإخوة الكرام، هذا البطن الذي هو جارحة، هو جزء منا، كيف لا ندخل فيه إلا لقمة الحلال؟ كيف نبحث عن لقمة الحلال؟ نبتعد عن الحرام، عن الربا، عن أكل الغير بغير حق. هذا البطن هو وعاء عندك، فأملأه بطاعة الله، املأه بالحلال، املأه بلقمة حلال، فأنت معي البطن في نعمة والله. وإياك أن تسيء للبطن، إياك إياك